كيف الإنسان يكون من المصلين؟ عملا وقولا. أما عملا أنت تتبع الرسول والأئمة بالتزامك العملي وأيضا بالتزامك القولي، ولذا في بعض الأحاديث بيّنت مصداق للمصلين هنا بالذين يصلون على محمد وآل محمد بلسانهم، وفي بعض الروايات بيّنت الذين يؤدون الفرائض، هؤلاء بتأديتهم الفرائض بصلاتهم على النبي وآله يتبعون الرسول والأئمة عملا وقولا.